اليوم ريحة رمضان يا جماعة. عندي هنا المفروم قلقلت وأحط عليه البصل وشوية زيت وملح وفلفل أسود وآخر شيء البقدونس. راح أستخدم عجينة سولو حقة القلي، وفي منها لايت وكمان في منها للفرن. عجينة سولو متوفرة في كل منافذ البيع الكبيرة والصغيرة، وتقدروا كمان تطلبوها أونلاين في مكة وجدة والرياض. الحجم الكبير حشيته بالمفروم، وتقدروا تحشوها بأي خلطة انتو تحبوها، وكمان تقدروا تسويها منتو وحلويات يعني متعددة الاستخدامات. هذا الحجم الصغير انا حشيته بخلطة اجبان. السؤال حق كل سنة، سمبوسة ولا سمبوسك؟ وخلاص صاروا جاهزين نقليهم. اول ما تحطوهم في الزيت على طول اقلبوهم. ويلا ندوق، مقرمشة وطعمة، وأحلى شيء فيها إن اختصرت الوقت علينا. سمبوسة يعني سلطة حارة. اليوم معجناتنا مرة سريعة، عجينة السنبلة متعددة الاستخدامات، غير معدلة وراثيا وبدون نكهات اصطناعية، وكل عجينة مغلفة لوحدها. نقدر نسوي بيها أي نوع معجنات إحنا نحبه. أنا حسوي مناقيش وفرموزة، وسويتهم بكل حب. وعندنا لبنة وزعتر وجبنة، ندهنهم وندخلهم على الفرن وناكل لقمة. أهم شيء إن الجبنة تمط. وندخل على الفرموزة نحشيها بالمفروم والبصل، نقفلها ندهنها بالبيض وزينتها بحب النوم. ويلا نذوق الفرموزة، مرة طعمة، وعجينة السنبلة من جد تختصر عليكم الوقت. الوصفة هذه سميتها وصفة السعادة من كتر ما هي طعمة. رح استخدم دجاج رضوة، الصدور في منها كاملة، وكمان سهلونا الموضوع وقطعوا لنا هي. في طاوة أحط زيت وعليه البصل وصدور الدجاج. دجاج رضوة هو الدجاج المحلي الوحيد اللي يتم تنظيفه بالبخار بدل الطرق التقليدية. شوية بهارات، فلفل رومي ألوان، جزر وذرة، وكريمة طبخ. في صينية هحط مكعبات بطاطس مقلية والدجاج، وهنا عندي جبنة سائلة مع مايونيز، وأدخله على الفرن. بعدين أخرج من الفرن وأحط جبنة وأرجع أدخلها الفرن ونكثر شطة. هذه الوجبة مرة تنفع للفطور والسحور كمان، وسفرتك أشهى مع دجاج رضوة. وصفتنا لليوم مرة طعمة، زيت وأضيف عليه البصل والدجاج والفطر، بهارات وملح وفلفل أسود، معجون طماطم، الذرة، ونحط مرقة دجاج، وإذا ما عندكم حطوا موية. نضيف المكرونة اللي سلقناها، وراح استخدم قشطة بوك تنفع للحلويات وكمان للموالح، وأحلى شي فيها إنها تعطي الأكل طعم غني. نقلبهم مع بعض وأحطهم في الصينية، وأضيف فوقهم جبنة وأدخلهم على الفرن. الوصفة مرة طعمة ومناسبة جدا للفطور، وحبيت أقطعها بشكل مختلف. ضروري تجربوها، مرة طعمة. ومساء الفل، اليوم حنسوي إيدام وفلفل، بس مرة طعم وكمان سهل. في قدر الضغط أحط الزيت وعليه البصل، وراح أستخدم معجون MF، عندهم أنواع كثيرة من المعجون. اليوم حخليه كده ثوم على زنجبيل على فلفل، يعني حاجة طعمها مرة رهيب يا جماعة. أضيف اللحم، وبعدين ندخل على الفلافل، معجون فلفل أخضر وكمان معجون فلفل أحمر، طماطم مقشرة ومقطعة، معجون طماطم، ملح وفلفل أسود، والبهارات اللي تحبوها، شوية موية، ونقفل القدر. خلاص صار جاهز معانا، يلا نذوق نكهة الثوم مع الزنجبيل مع الفلفل. حاجة مرة خطيرة، لازم تجربوها. قوي قلبك وخليك مستعد، اليوم راح نولعها بتشيتوس حار نار. نطحنه عشان حنسوي ساندويش دجاج بالتشيتوس، مرة فنان. قطعت الدجاج وأضيف عليه البهارات
وأخلطهم. الطبقة الأولى دقيق وملح، والثانية بيض وملح، وممكن نستخدم حليب أو موية غازية. والطبقة الثالثة الفنانة أكيد التشيتوس. ونبدأ نغمس الدجاج في الطبقات كلها. يا جماعة التشيتوس مو بس سناك، لا نقدر نسوي به وصفات مرة فنانة. ونحطه في الثلاجة ونبدأ نقليها. وخرجناه من الزيت، مرة متحمسة أذوقه. نحط الإضافات اللي إحنا نحبها في الساندويش ونكبس عليه، ويلا نذوق من أطعم الساندويش اللي أكلتها للآن. ملفيه مسقعة فنان يا جماعة. نحط المفروم، ومع المفروم عندنا معجون البصل المقلي مع البهارات السبع من ماجي، رهيب وما يحتاج نضيف معاه أي إضافة، هو يوفي ويكفي. نقطع شوية طماطم وبدنجان ونحمر البدنجان في الزيت، ونبدأ نسوي الطبقات كلها في قدر واحد، مفروم بدنجان والرقاق والطماطم، ونكمل الطبقات مرة تانية. يلا نقلبها. وقلبنا الحلوة حقتنا، ونرجع نحط كمان عيش رقاق، ويلا ندوق. طبخة سريعة وسهلة ومرة طعمة. اليوم أكلتنا تجنن. رح أستخدم دجاج مفروم من رضوى، أضيف الدجاج المفروم وعليه البصل والثوم، حبة بيض، ملح وفلفل أسود، وأخلطهم وأحطهم في الثلاجة. أكورهم، أغلفهم بالدقيق في الطاوة زيت زيتون، وأحط كرات الدجاج وأقلبهم. نشيلهم، أضيف زبدة، دقيق، موية دافية، كريمة طبخ، بهارات، وأرجع أرجع الكرات. نحط شوية جبنة ويلا نغرف. الدجاج مرة طازة ونظيف. في حاجة كمان حلوة جبت لكم، هي عرض من دجاج رضوى. لما تخشوا الأونلاين عندهم في تخفيض 20% المتابعيني لأي طلب تطلبوه، وكمان حيجيكم الطلب من يوم الإنتاج. ندوق، من جد أباكم تجربوه لأنه الأكلة مرة مرة طعمة. اليوم حسوي أحلى كنافة، عجينة كنافة من سويت جديدة في الأسواق. أقطعها بيدي أو بالسكينة، أضيف عليها زبدة أو سمن، أخلطهم مع بعض. أحط سمن وعليه الكنافة وأضغط عليها بشكل كويس. قشطة، أحط الفستق ونكتر فستق، ونرش طبقة خفيفة من الكنافة. نرجع نطبطب وأحميه على الدافور، وممكن كمان تحطوها على البوتاجاز أو في الفرن. كلام كبير يا جماعة. ونرجع نحمي الجهة الثانية ونحط عليها الشيرة تكون باردة. هذه كانت أطعم كنافة سويتها.